نحن ما زلنا معكم من وسط ميدان التحرير، لازلنا نجري هذه الحوارات مع المتظاهرين هنا. اهلا بك، انت من مصابين الثوره، بقالك قد ايه هنا؟ انا بقالي هنا يعني 8 مليون الجمعه اللي فاتت، لا اللي قبلها، بس كنت متردد لان ايه حاله الصحه ما تسمحش اني اعتصم على طول يعني. فكنت اخر مكان موجود كان يوم الجمعه امبارح اول امبارح لحد الساعه 1 بالليل يعني، وجيت النهارده اللي معيش قبل كده اخش الميدان خالص من كتر عدد الكرامي اللي مرميه والقوه المفرطه لحد السيده عائشه بعيد جدا القنابل جايه لحد هناك، فكون مفرطه فمعرفناش نقدم الا النهارده اول يوم. كل هذا الموضوع ابتدا من استياء الشعب من تعامل وزاره الداخليه مع مصابي الثوره. ما الذي تعرفه عن ما حدث في هذا اليوم اللي هو السبت صباح السبت؟ انا في يوم السبت انا غادرت الميدان بالليل، كان مصابين الثوره الوحيدين المعتصمين لتحقيق بعض مطالبهم، معتصمين مش قافلين الطريق، الطريق كان شغال، فتم ايه انا روحت عشان ما اديش كامل. اللي انا اعرفه ان الداخليه جت الصبح بكل الوياتها والقوه بتاعتها، قالت للمعتصمين الحل الان، قالوا نحن مش معطلين الطريق، مش عاملين اي حاجه، نحتاج سلميا على الاساءه للمصابين. فطبعا بدا اللواءات والقوى المفرطه في نزع الخيام وحرقها، الناس المعديه في الشارع استاءت من هذا الامر فتعاطفوا مع المصابين فجاءوا بجانبهم، فتم استخدام القوى المفرطه مع كل من تعاطف مع المصابين، فتم بذلك جاءت بعد نزول الشعب الى للتعاطف مع المصابين، فتم استخدام القوى المفرطه. 800 واحد امبارح متصاب واثنين مقتولين، اما اليوم فتم التعامل بذكاء. القنوات الفضائيه المصريه تخوننا وتقول باننا نقبض من الاتحاد الاوروبي يورو عشان نقعد نفسي في البلد. مين اللي هو محسن جاي بيقول الكلام ده؟ كيف يكون هذا؟ مين هل عاقل عايزين يتحكموا علينا بعد الثوره؟ نفس الاعلام القديم ضدنا، ووزير الثقافه احتج رسميا على ضرب المتظاهرين بهذه القوه وقدم استقالتهم. انت بتشتغل ايه؟ انا طالب حضرتك، عندي 19 سنه، اصبت يوم موقعة الجامعة هنا برصاص القناصه. وايه اللي اخذته من الحكومه، مما قالت الحكومه انها ستعطيه لمصابي الثوره؟ انا في حكايه العلاج انا لم اعالج على حساب الدوله، انا عالجت على حساب بعض الجمعيات المدنيه، ثم سافرت الى النمسا بدعوه من الرئيس النمساوي، ثم رجعت الى مصر، لم اتلقى اي شيء، ولكن للانصاف ادوني شيك ب 15,000 جنيه، لكن في بعض المطالب، انا عاوز دلوقتي صحيا اتعالج، ثانيا المحاكمه، فقد تم تدمير القضيه بقتل المتظاهرين بسحب السيديهات وال انت مصاب في يعني اتصبت ازاي؟ في مصاب في فخذ برصاصه من قناصه يوم وقعت الجمل الساعه 3 بالليل، وهذا كان امام اعين الجيش الذي يكون انه حماس ثوره، واليوم تم القضاء تم الدخول بقوات الامن المركزي مدعومه بالشرطه العسكريه. هذا ما نقلته الجزيره، حضرتك والده المصاب محمود عادل لم يبقى من الدراجه المحروقه. طبعا نقلنا اليوم الدراجه التي احترقت في وسط ميدان التحرير على يد قوات الامن، وهذه هي الدراجه. وهذه الورقه التي تبقت من الحريق وهي مكتوب عليها اسم المصاب محمود عادل عبد الرؤوف. احنا والله كنا بنحاول ان احنا نرجعه للحياه مره ثانيه ويمشي يعتمد على نفسه، فقلنا نجيب الدراجه دي وبحيث بعد ما استلفنا وسددنا من الناس وقلنا نجيب له حاجه معوقين، لان احنا طلبنا بحاجه بعربه عشان هو معوق عشان يروح يمارس حياته التعليميه ويمارس بقيه حياته. النهارده اصبنا ان احنا يعني عملوا فينا بصراحه يعني جميل كبير قوي، رجعونا لأسوأ مما كنا من قبل، يعني من بدل من احنا كانوا يدونا دفعه للامام في سبيل حياه افضل واحسن ونقدر نسير الحياه، ده كده رجعونا لسنين سنين سنين كتيره جدا. متواجد من امتى؟ انا متواجد من الجمعه اللي فاتت، وبالذات النهارده كنت حريص على ابني محمود ان هو بيتظاهر سلمي، وده من ابطال ثوره 25 يناير، اصيب بطلق ناري وكان هو في الوضع السلمي بتاعه، والنهارده كان برضه سلمي، ولكن انا النهارده اتليت ان قوات الجيش والامن المركزي دخلوا. لما دخلوا انت سبت الفيسبا وجريت عليه علشان الحقه اشيله من تحت ايديهم، لان اللي كان بيقعد تحت ايد الامن المركزي وتحت قوات الجيش بصراحه كان بيصحل لسه في ناس ماشيه دلوقتي بحاجات عليها دم للمصابين وفي كلام كتير جدا. طبعا احنا ما شفناش الدنيا خالص الا ايه ان كانت السماء مغموره بالدخان والارض مغموره بالدخان، يعني كانت الدنيا يعني لا تطاق. طب هل مصابي الثوره لازالوا مع بعض يعني ياخذون القرارات مع بعض ام تفرقتم؟ لا، لا زال المصابون مرابطون في الصينيه بتاعت ميدان التحرير، لان احنا بعد ما طردونا لغايه ميدان عبد المنعم رياض صلينا هناك، قعدوا يضربوا فينا واحنا بنصلي، برضه صبرنا شويه وبعد كده ابتدينا نخش الميدان تاني والصينيه، وها نحن عدنا رساله الى كل
من يهمه مصالح المواطنين في مصر رسالة: لن نترك حقوقنا أبدا. إلى متى ستعتصمون؟ نعتصم إلى أن نأخذ جميع حقوقنا إن شاء الله. وهي في نقاط؟ وهي في نقاط أن يكون هناك برنامج شامل كامل متفق عليه بين الصندوق وبين هؤلاء المصابين، برنامج كله يتفق عليه كيف يعود هؤلاء الناس إلى الحياة مرة ثانية. أشكرك شكرا جزيلا. سنواصل معكم هذه الحوارات التي نجريها على الجزيرة مباشر مصر مع المتواجدين الآن في ميدان التحرير. حضرتك موجود ليه؟ أنا موجود أول حاجة، يعني كل ما يحدث في مصر الآن وقبل ذلك من محاكمات هزلية لمبارك وأعوان مبارك، من دخول الفلول الحزب لدخول الفلول مجلس الشعب مرة أخرى وترشيحهم، هذا استخفاف بثورة مصر، هذا استخفاف ويدل على تواطؤ بعض القيادات في المجلس العسكري ضد هذا الشعب الذي سلمه الثورة، الذي سلمه الثورة هو تآمر عليه. ما المطلوب الآن؟ ما هو المطلوب الآن من الحكومة ومن المجلس؟ المجلس هو كان من الواجب أن يكون هناك حكومة ثورية وليست حكومة هزلية، أن تكون محاكم ثورية وليست محاكم أي محاكم. المحاكم المدنية نظرت الثورة إليها أنها، يعني لو بصنا للمحاكم المدنية تنظر إلى الثورة أنه انقلاب عسكري، طب الانقلاب العسكري عقابه إيه؟ الإعدام. إذن لابد أن يكون هناك محاكم ثورية. لما؟ لأنهم فسد كثيرون لتطبيق الحكم. نحن نرى أين سوزان مبارك، لم نسمع عنها شيء، هي تدمع فلول. كل ما تتحدث عنه الآن لم يكن مرفوعا يوم جمعة المطلب الواحد، فلماذا عدتم يوم السبت؟ مطالبنا الآن، تعاطفنا، استهترنا بالمواطن، استهترنا بمصاب الثورة، استهترهم بكل من ساند الثورة، وهم الآن يريدوا أن يفرزوا مباركا جديد. نعم أشكرك. نستطلع آراء بعض المتواجدين أيضا، حضرتك موجود منهم. دي القنابل اللي بيرموها علينا، دي قنبلة صناعة أمريكي بتضرب علينا، دي مش مثيرة للدموع، دي مثيرة للأعصاب، مثيرة للأعصاب. وأنا عندي 57 سنة، أنا مش ما كنتش حاسس بالثورة. الثورة بدأت من يوم الجمعة. أنا بطلب المشير، أنت بتقضي ليه على الشعب المصري؟ حضرتك موجود هنا من إمتى؟ أنا موجود من يوم 28 يناير وما زال في الثورة. لا يعني السبت والأحد من يوم الجمعة حضرتك، وإحنا موجودين. هل أنت كنت متضامن، يعني كنت موجود تضامنا مع مصابي الثورة أم لماذا؟ مش إحنا، لأن القوة والتيارات خرجت يوم الجمعة. إحنا مستقلين ونازلين مستقلين، لا حزب ولا دوت، احنا اللي قمنا من يوم 28 ونزلنا، واللي ما زال النهارده بيتكرر يوم 28 ومذبحه في يجي 12 واحد ماتوا النهارده، ما حدش عارف عنهم حاجه، اخر واحد متخرجين من المستشفى من الكنابل المثيره مش للدموع، دي مساكن مشيله. اشكرك. كان لديك مطلب اخير؟ قوله قال من ميدان التحرير والجموع شاهده، اننا نريد من المجلس العسكري اذا كان لا يحسن شؤون إدارة البلاد فعليه أن يسلم السلطة الآن إلى مجلس انتقالي، وأن يكون ممثلا من الجيش واحدا فقط. نعم وصلت الرسالة. لماذا أنت هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عبر شاشة الجزيرة بنحب نوجه رسالة لكل الشعب المصري أن يتقوا الله في مصر، من أحزاب مصر، من إخواننا المسلمين ومصر، من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن يتقوا الله في مصر ويروا هذا الشعب ماذا. أنت هنا من إمتى؟ أنا هنا من يوم الجمعة. يوم الجمعة كان هناك مظاهرة وخرجت التيارات والأحزاب، لماذا بقيت؟ انصرفت الإخوان المسلمين والسلفيين وبعض التيارات، لكن هنا اجتمعنا من أجل موقف واحد، من أجل تسليم السلطة لسلطة مدنية، من أجل إلغاء المحاكمات العسكرية، حاجات كتير نتمناها الشعب المصري. هذا الشعب الموجود هنا في الميدان لا يريد أن تكون مصر ليبيا أو تكون سوريا، بل هو يريد الاستقرار لهذا البلد. حضرتك مصاب النهاردة ولا؟ مصاب بساعة ما الجيش دخل على طول. انا قاعد في ميدان التحرير في الصينيه، قاعد مع المصابين اللي هم بتوع الثوره بتوع 25 يناير، فقاعد معاهم عشان احرسهم يعني وكده. فدخل علينا الجيش بلطجيه مشير طنطاوي دخلت علينا
الصينيه ذات نفسها فضلوا يضربوا فضلوا يضربوا في المصابين كمان وانا اتصبت معاهم رجلي وكتفي من هو ثانيه واحده انت جيت النهارده؟ لا انا جاي من يوم السبت حضرتك لما لقيت ضرب خلاص السبت يعني امبارح انت جاي من امبارح بالليل حضرتك جيت يوم السبت بالليل لان انا مشيت يوم الجمعه مع الطيارات الاسلاميه قالوا مفيش اعتصام فخدت بعدي ومشيت جيت انا انزل اشتري حاجات من شارع عبد العزيز غساله فسمعت ببص على التلفزيون انا ما عنديش تلفزيون في البيت لقيت الدنيا منهاره خالص التحرير فسبت التلفزيون سبت التغساله وجيت على ايه؟ على ميدان التحرير فانا قلت يا اقعد اعتصم مع المصابين ان هو ونسيب الدبه وما بيدبوا علينا من امبارح يعني بعد العصر كده على طول ماشي وقنابل اللي هي الغاز طب انت اتصبت النهارده اتصبت ازاي بقى؟ انت قاعد فين؟ انا قعدت في ديت وانا قاعد جوه في المخزن اسف وانا جوه مع الامن المركزي الاول دي محمد محمود محمد محمود اللي في الوش دوت دي ايه دي ايه دي حضرتك دي حجر ماشي وديت خرطوش من دي اهي اهي خرطوش ماشي جيت خدت بعض دول تسريح شويه جنب المصابين اهوت واشوف لو عايزين حاجه ولا حاجه اعملها دخلت قعدت مع المصابين لقيت الجيش دخل برتقيت مؤاخذه مش الجيش برتقيت مشير طنطاوي برتقيت مشير طنطاوي دخلت علينا الصينيه بتاعت الميدان حضرتك واقتحموا الميدان وضربوا في الناس وقتلوا 3 اشخاص وشدوهم رموهم في الزباله تمام انت اتعورت هنا وهنا انا اتعورت بقى ديت من دي بليه بص حضرتك دي بليه من الجيش وديت وكانوا بيضربوا رصاص حي ثواني يا جدعان ثواني يا حضرتك وديت وحضرتك في الظهر هنا فينا في ظهري اهي ورم هي حتى لو حد يحس بدي هتلاقي ورم هي باينه اهي مش عايزك طيب هل ستكمل تواجدك في الميدان ام ستخرج من الميدان؟ انا ان شاء الله مش همشي من هنا لما اكون جثه هامده طب ايه هي مطالبك يعني؟ مطالبي تسليم السلطه العسكريه للمدنيين ده دي مطالبنا وحقوق المصابين كلهم اجمعه حضرتك هنا هو طالما هو زي ما بيقولوا الناس اللي هو مش تبع حسني مبارك يبين للناس دي اللي هو مش تبع حسني مبارك فعلا اهو رفع للناس اللي هو مش تبع حسني مبارك ما تصورنيش انا تبعه وباين للناس ديت خرطوشه بالي حديد انت اتعورت فين؟ اتعورت هنا لا يعني انا فاهمه كنت فين يعني؟ كنا ناحيه الهارديز اللي هنا ده شارع محمد محمود محمد محمود هو انت كنت ليه متواجد في الشارع ده؟ احنا بنحتاج سيادتك ده شكل بلطجي بنحتاج على ايه؟ على الداخليه اللي هم بيعملوه والمجلس العسكري ايوه ايه هي مطالبك يعني مطالبي حضرتك ان المشير يسقط و والداخليه طيب حضرتك متواجد هنا من امتى والله انا يعني انا متواجد من امبارح وانا اساسا من يوم 25 موجود انا بس عايز اقول حاجه يا ريت يعني اولا بشكر قناه الجزيره وبشكر حضرتك على المجهود الرائع في كاميرا هناك يا سيدي اكيد في كاميرا هناك في كاميرا هناك طيب نتابع هذه اللقاءات من وسط ميدان التحرير حضرتك كنت بتقول الاحزاب فين حضرتك بس عايز اوجه رساله لجميع الاحزاب الثوريه اللي المفروض تتواجد من يوم الجمعه مفيش ولا حزب جت القوى الاسلاميه كلها استعرضت عضلاتها وقواها العضليه يوم الجمعه ومشيت وسابونا هنا والجيش يضرب فينا ايه اللي متوقع من الاحزاب يعني عايزين الاحزاب تقف معانا ما هو الاحزاب دي كلها طلعت من هنا ما هو الاحزاب دي طلعت من هنا اتزرعت هنا وطلعت حينما قامت الثوره قام بها الشعب وليس الاحزاب حضرتك الاحزاب كلها يعني احنا عندنا 53 حزب احنا عندنا حاليا 53 حزب المفروض كان عندنا الاول 5 أو 6 احزاب يعني في اقل حاجه 45 حزب انت هنا ليه حرير. انت هنا ليه انا هنا عشان قضيه بلد كامله عايزين نغير النظام للاسف نظام حسني مبارك ما زال مستمر الى متى ستعتصمون في ميدان التحرير سنعتصم حتى اسقاط النظام حتى ياخذ كل ذي حق حقه في هذه البلد ولا يكون لاحد فضل على احد فيها الفضل كله يرجع لله بس لازم الناس كلها تساعدنا اذا كانت هذه بعض الحوارات من داخل ميدان التحرير في ثاني يوم بعد جمعه المطلع